بيكم في تاني حلقة من حلقات السكولة في الماث جريد 4. اوكي زائد النهارده باذن الله النهارده هناخد اول ليسون في منهج جريد 4 عندنا ال 100,000. اوكي هنعرف النهارده what is the greatest and the smallest number formed from 6 digit. ايه اكبر واصغر رقم مكون من 6 ارقام. تاني حاجه هنعرفها الديفرنس بين الفاليو والبليس فاليو اللي انا شرحتها الحلقه اللي فاتت. تالت حاجه هنعرفها how to read and write large numbers, ازاي اقرا واكتب الارقام الكبيره. باذن الله هنعرف برضو ازاي نفك النمبر, نعمل اكسباندنج, نفك الرقم بتو ويز. احنا اخذنا في حلقه الريفيجن ازاي نفكه بطريقه واحده, النهارده كمان هناخد طريقه تانية, يبقى هنفك الرقم بطريقتين. اوكي بعد كده هنعمل الكومبيرنج اللي هو greater than والسمولر than والايكوال. ازاي هنعرف برضو من لارج نمبرز نعمل الكومبيرنج بينهم. كمان باذن الله هنعرف لو عندنا كاردز ارقام معينه ازاي باستخدامها وعن طريقها نعمل السمولست والجريتست نمبر بالاستخدام الكاردز ديت. وطبعا الاسيندنج والديسيندنج اللي معانا من ريتو برضو لو 100,000 ازاي نتعامل او ازاي نحلها بمنتهى السهوله. واخر حاجه ازاي نعمل الباترن لو في عندي نمط معين ازاي اكمله سواء بالبلس او بالماينس. خليك مستعد. اوكي ليتس جو. What is the greatest number formed from 5 digit؟ السؤال ده طبعا لسه قاعدينه في حلقه الريفيجن. قلنا لما نلاقي greatest number formed from 5 digit بنعمل 5 digit فاضيين ونكتبهم كلهم ايه 9. يبقى هو greatest number 99,993. Very good. يبقى ده اخر حاجه اخذناها في جريد 3, اكبر رقم عندي. طيب لو انا دلوقتي حبيت ان انا اعمل بلس 1 بلس 1 يبقى الريزلت هيبقى ايه؟ الريزلت هيبقى 100,000 اللي هو اللي هنشتغل عليه ان شاء الله السنه دي. اول جروبس عندي او اول لارج نمبر اسمه ايه؟ 100,000. اوكي هنلاحظ ان 100,000 ده فيه كام ديجيت؟ هنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6. يبقى هو دوت smallest number formed from 6 digit اللي هو ايه 100,000. اوكي يبقى نقول تاني note that لو انا عايز لاحظ ان لو عايز اقول smallest number formed from 6 digit يبقى ايه هو ال 100,000. بعمل ايه؟ افكركم تاني عشان اللي ما كانش معانا في حلقه الريفيجن. نبدا اول حاجه في ال 6 ديجيت, نعمل 6 ديجيت فاضيين. اوكي 1 2 شورت فاضيه كده 4 5 6. طالما سمولست اصغر ديجيت عندي ايه هو؟ هو المفروض الزيرو, بس طبعا لو انا كتبت الزيرو مش هيبقى له معنى, عشان كده هحط اول ديجيت عندي ايه هو؟ ال 1, وبقيت اللاينز هكتب فيها ايه؟ زيرو. يبقى 1 جنبها 5 zeros يبقى 100,000. very good. طيب لو جيت سؤال تاني قلت the greatest number formed from 6 digit, نفس الاسلوب بالظبط, هعمل كام digit فاضي؟ 6. 1 2 3 4 5 6, واكتبهم كلهم ايه؟ اكتبهم كلهم 9. طيب النمبر ده يبقى اسمه ايه؟ نقرا مع بعض كده, هعلمكم ازاي نقرا large numbers. اوكي قلنا هنعمل ايه؟ نقسمه 2 groups 1 2 3, واجي بعد النمبر الثالث واقوم عامل من تحت كده كومن. اوكي واكتب هنا units tens hundreds, واجيب فوق من هنا طبعا الثاوزند دي بتاعت الكومة, وارجع تاني اقول units tens hundreds. اوكي how to read the large numbers, ازاي اقرا اقدر اقرا الرقم دوت؟ بقول ايه 900. very good. ها 99 ما انساش 99 ايه؟ في ناس بتقول كده وقوم داخل على اللي بعده, لا 99 الكومة دي معناها 1000 ما انساش. يبقى الكومة دي معناها ايه يا اولاد؟ 1000. 900 99 1000 كده اول ايه؟ اول بارت. البارت التاني 900 وفي الاخر اقول اند 99. حاول تاني, ايه هو النمبر يتقرا ازاي؟ 999,999. very good excellent. خش على اللي بعده.
طبعا التيبل دوت مهم جدا عشان نعرف ازاي نحط البلايز فاليو، وقلنا في حلقه الريفيو او الريفيجن ايه الفرق بين الفاليو والبلايز فاليو. الفاليو بكتب الديجيت بالنمبرز، واما البلايز فاليو بكتب قلنا البلايسز ايه اللي عندنا في الماث، اليونتس والتيرمز، اليونتس والتيرمز والهندردز والثاوزند والتنثاوزند. والسنه دي هنزود بلايز جديد عندنا اسمه ايه؟ اسمه ال 100,000. اوكي. لما نعوز نملى التيبل دوت نبدا فروم ذا رايت، فروم ذا الايه؟ من اليمين. ايه هو اليونتس عندي؟ ال 1. برافو. طبعا كله سهل، طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا الاكسرسايز ده، طبعا كل اللي بعمله ان انا النمبرز ديت ما فيش فيها اي مشكله. 2 ال 5 7 فيري جود. هنا برضو ايه هي اليونتس؟ ال 8 ال 1 6 بعد كده ال 5 ها 0 6 فيري جود. نيجي هنا بقى هلاقي في كام نمبرز؟ 5. في ناس يجي يحلها لي من الشمال لليمين يقول لي 7 8 5 3 9 ويسيب لي اليونت فاضي. الكلام ده صح؟ لا طبعا الكلام ده غلط. امال ايه الصح يا مستر؟ ان نبدا من اليونتس. اليونتس عندي هي 9 بعد كده 3 بعد كده 5 فيري جود بعد كده ال 8 بعد كده ال 7 وفي الاخر طبعا ما عنديش حاجه هنا طبعا هكتب ايه؟ 0 فيري جود. نفس النظام هنا هبدا 2 بعد كده 0 وبعد كده ال 0 بعد كده ال 8 وبعد كده ال 5. يبقى نبتدي نستفيد ايه؟ ازاي نعرف نعمل البليس فاليو بتاعت النمبرز عندي اليونتس. يبقى دلوقتي نفتكر بكتب نمبرز زي اليو والتي والاتش وطبعا بعدها في كومه، وارجع تاني اقول اليو طبعا اللي هي الثاوزند، بقول هنا يونتس، هنا طبعا بكتب يونتس تاني اللي هي اليو وجنبها التي وجنبها الاتش. يبقى في عندي 6 نمبرز. اوكي نخش على الاكسرسايز اللي بعده. How to write the large numbers. برضه السؤال ده لسه قايل في الريفيجن، عشان كده بقول اللي ما حضرش معانا يذاكر الريفيجن الاول يتفرج عليها كويس جدا، هيلاقي الدرس النهارده سو ايزي وما فيش فيه اي مشكله. How to write the numbers 160,740. اتفقنا ان دلوقتي قبل ال 1000 في عندي جروب او بارت وفي بعد ال 1000 بارت. طيب قبل ال 1000 نيجي نبص كده 100. اول ما اشوف كلمه 100 في السؤال يا ولاد يبقى انا كده عندي كام ديجيت قبل ال 1000؟ برافو 3 ديجيت. اوكي يبقى هنا دلوقتي بعمل 6 ديجيت 1 2 3 واكتب هنا يونتس، هنا تنز، هنا هندردز، وارجع تاني يونتس تنز هندردز. طيب 160,000 سهلة جدا، في الهندرد هكتب كام؟ 1. برافو 60. قلنا في فرق بين ال 60 وال 16. 60 يبقى انا بتكلم على التنز كام؟ 6 فيري جود، وطبعا اليونتس 0. يبقى كده اول بارت. تاني بارت 740 طبعا سهله جدا جدا، هكتب ال 7 في الهندردز وفي التنز واليونت هكتب 40. يبقى النمبر اسمه 160,000. ولما اقراه الكومه دي كانها 1000، ما انساش وانا بقراها 160,740. سكند اكزامبل معانا 100,375. ها فكر مع بعض، انا عايز كله يشتغل كده. تمام يبقى دلوقتي قلنا هنا 100,000. تمام اتلاقينا كلمه ايه؟ 100. تمام شكرا. يبقى انا كده دلوقتي في عندي 100 وتنز ويونت بتاعت ال 1000. يبقى بعمل 3 ديجيت 1 2 3 1 2 3 يونتس. طبعا انا ليه بكتب البليس فاليو؟ عشان ما انساش. ممكن اكتب اما الاقي مثلا 2 ديجيت او كاتب 2 ديجيت يبقى كده طبعا غلط، في بليس فاليو مش هنكتبها، فلازم طبعا نكتب بليس فاليو فاضيه كده عشان ما اغلطش في حاجه. 100,000 تمام. قال لي كام في ال 100؟ قال لي 1، يبقى اكتب 1. وبعد كده في التنز في عندي حاجه؟ لا يبقى 0. وفي اليونتس مفيش برضه يبقى 0. فيري جود. بعد كده ايه التاني بارت؟ 375. يبقى ال 100 هنا في كام؟ 3. برافو. ها
ها في كام في التيرمز 75 يبقى في كام في التيرمز طبعا 7 وفي الاخر 5 في اي مشكله فيها كده يبقى اهم حاجه عشان ما اغلطش في السؤال دوت ان انا هعرف هكتب كام ديجيت طالما قال لي 100,000 بغض النظر 1 2 3 يبقى وانا مغمض اعمل 3 ديجيت قبل الكومه 3 ديجيت بعد الكومه واكتب يو تي او اتش هنا وبرده هنا يو تي او اتش في كام في 101 اوكي مفيش يونتس هو تنز يبقى 0 0 تاني حاجه 375 في كام في 100 3 اوكي طبعا في الاخر بكتب ال 75 نمبر 3 70,593 اوكي 70,000 اوكي هنا في عندي كام ديجيت 72 ولا 3 برافو يبقى انا عندي هنا 2 ديجيت يبقى انا هنا هعمل كام ديجيت قبل الكومة؟ هعمل 2 يبقى اكتب هنا 70 كومة وبعد الديجيت اعمل كام؟ 3 1 2 3 very good يبقى هنا طبعا هكتب يونتس تنز 100 برافو واجي هنا اكتب كام؟ يونتس واكتب هنا كام؟ تنز very good 70,000 يبقى اكتب هنا ايه؟ 70 برافو يبقى الوقت هنا عشان ما يضحكش عليا قلنا 70,000 هنا في كام ديجيت؟ جبت 100؟ لا يبقى انا اصلا ما اكتبش ال 100 لان هكتب فيها زيرو طبعا مالهاش لازمه الزيرو على الشمال مالوش لازمه طيب نيجي للسكند بارت 593 يبقى اكتب كام في 100؟ 5 فيري جود وفي التنز واليونت طبعا 93 فيري جود نخش في الاكسرسايز اللي بعده 126,384 طبعا قلنا دي اللي اسمها الاكسباندنج ازاي بكتب النمبرز طبعا انا هنا عندي تو ويز عندي ايه تو ويز اول حاجه بيقول لي 384 بلس نقط وثاني طريقه 4 بلس 80 بلس نقط ناخد اول طريقه هو انا بيقول لي ايه مقسم على كام بارت 2 تمام انا كده كده عندي كام انا هنا كان عندي كام ديجيت 6 اوكي يبقى انا قسمها 2 طبيعي طبعا طالما 2 يبقى في 3 ديجيت و3 ديجيت هو قال لي هنا 384 انا علمت لكم هنا لما اجي اكتب نمبر واقسمه بكتب فوق الكوما ايه 1000 اوكي تمام يبقى عشان ما اغلطش 1000 النمبر ده المفروض اسمه ايه 126 ايه ها 1000 تمام يبقى لما اجي اقسمه اقول 126 بس كده لا يا مستر انت لسه قايل بكتب على الكومة ايه 1000 برافو يبقى انا دلوقتي مكان كلمة 1000 هزود كام زيرو طبعا ال 1000 فيها 3 زيروز يبقى 126,000 مكان كلمة 1000 طبعا بزود 3 ايه زيرو ما ننساش لان طبعا دي من الكومن ميستيكس الاخطاء اللي كلنا بنغلط فيها نيجي نكتب 1 2 6 وخلاص لا طبعا غلط خالص لازم ما ننساش 1000 عشان كده بقول ايه لما نلاقي 2 نمبرز اعمل الكومة واكتب فيها 1000 عشان ما ننساش يبقى الريزلت ويل بي 384 بلس 126,000 very good excellent تمام يبقى دي اول طريقه ما انساش اكتب الثري زيروز بتاعه الايه بتاعه ال 1000 اوكي طيب تاني طريقه اللي احنا قلنا زيها في الفيجن اللي طبعا بعمل الفاليو بتاعه كل فيجن اللي بقول ايه طبعا اول حاجه عندي الفور تمام ال 80 طبعا ال 3 يبقى اسمها 3 ايه 100 برافو فاكرين معايا بلس طبعا ال 6 جنبها كام ديجيت 6 جنبها 3 يبقى 6000 فيري جود بلس ال 2 جنبها كام زيرو طبعا جنبها 4 ديجيت يبقى 4 زيرو يبقى 20,000 بلس ال 1 جنبها كام زيروز هنعد كام ديجيت 1 2 3 4 5 يبقى 5 زيروز 1 2 3 4 5 يبقى 100,000 يبقى دلوقتي ليها 2 ways ان انا اعمل expanding او انا افكها بطريقتين الطريقه العاديه اللي انا باخدها من السنه اللي فاتت اللي ببدا باليونتس وبعد كده التنز وبعد كده ال 100 بكتب الفاليو بتاعت كل رقم يعني لو اليونتس يبقى من غير زيرو التنز بزيرو واحده ال 100 ب 2 زيرو ال 1000 ب 3 زيروز
10 7 بفور زيروز واخيرا ال 100 7 بفايف زيروز. الطريقه الثانيه بقى الجديده علينا السنه دي ان انا بقسمها ل 2 بارت. قلنا 2 بارت في 3 قبل الكومه و 3 بعد الكومه. ال 3 اللي قبل الكومه ما انساش احط ال 1000 او الفاليو بتاع ال 1000 اللي هي 3 0 او 126000 يعني في كام زيرو؟ 3 0. بعد كده طبعا البارت الثاني زي ما هو. طب لو حد جه قال لي يا مستر انا عايز ابدا بال 126000 بلس 384 نو بروبلم مفيش مشكله. وتحت برضو انا بحب ابدا يا مستر من اللارج نمبرز انا عايز اقول 100000 بلس 20000 يعني من الشمال لليمين برضو مفيش مشكله الاثنين صح. اوكي طيب نيجي هنا اخر حاجه 685213 بلس وات. برافو بعمل هنا 2 بارت زي ما قلت لكم عشان ما انساش واكتب فوقها تي اتش يبقى خدت البارت اللي على اليمين ناقص البارت اللي على الشمال 685 8000. برافو يبقى ما انساش السيري زيروز بتاعت ال 1000 يبقى ما يضحكش عليا. نيجي تحت 3 بلس 10 بلس ها قولوا معايا تمام 200 برافو بلس ايه اللي عليه الدور ال 5 ال 5 في 1000 يبقى 5000 بلس كمان ال 8 معاه كام؟ 4 برافو يبقى 80000 بلس ال 6 معاه كام زيروز؟ 5 زيرو يبقى 600000. اوكي شوف اللي بعد. اوكي write the following number in word. طبعا ده السؤال اللي كلنا ما بنحبوش. هنقول بقى ليه يا مستر؟ بنقعد نكتب بقى اللارج نمبرز كبير جدا ازاي هنكتبه؟ بيبقى صعب كتير جدا لكن طبعا انا عارف ان تلات ارباعكم او كلكم شاطرين جدا في الماس وهيبقى الموضوع ده بالنسبه لكم سهل جدا. طيب نعمل ازاي الكوتشن دوت بالراحه كده؟ قبل ما نحله زي ما علمتكم نكتب البليس فاليو يونتس اهم حاجه ها تنز هندردز وكوما وارجع اقول يونتس تنز ده هيسهل لي كتير جدا جدا في الحل. كان بالظبط دي الكي المفتاح بتاع الحل. اكتب هنا كده 4 6 طبعا تنز اقوم كاتب هنا وهنا اكتب ايه هندردز. اوكي وما انساش اكتب على الكوما من فوق الثاوند ما انساش دي مهمه جدا جدا تمام. طيب واحده واحده كده انا كتبت ايه؟ طبعا انا بكتب اللارج نمبرز من الشمال from the left to the right من الشمال من ايه؟ لليمين نمشي واحده واحده. ها اسمه ايه ده؟ 300 اكتب بالراحه كده منتهى السهوله 300 very good واحده واحده. اوكي بعد كده ها turns 65 ده اسمه ايه؟ 65 يبقى زي ما هي 65 كله بقى بيغلط في اللي بعد كده يقوم قايل لي ايه 200 على طول اقول له لا ستوب انا عامل الكوما دي ليه؟ انا عامل الكوما دي عشان اخلي بالك ان في حاجه بكتبها بعد اليونت اوف 1000 او بعد الثاوند اسمها ايه؟ 1000 يبقى ما انساش اكتب كلمه 1000 365000 يبقى ما انساش يا اولاد اكتب كلمة ثاوزند عشان كله بيغلط فيها. طبعا في الامتحان يقول لي يا مستر الحلقة صح انا اقص فيها ليه؟ اقول له معلش نسيت تكتب ثاوزند ودي اهم حاجة. تمام يبقى 365000 يبقى كده خلصت اول بارت فيري جود. نيجي تاني البارت التاني ها ال 100 فيه كام؟ 2 يبقى ايه؟ 200 تمام يبقى اكتب هنا 200 منتهى السهولة مفيش فيها أي مشكلة. قلت لكم طالما عملت الكي اللي فوق الموضوع هيبقى في منتهى البساطة ومنتهى السهولة. وفي الآخر طبعا ما انساش بعد ما اكتب 100 اكتب اند 95 فيري جود. يبقى هنقول تاني بسرعة قبل ما نحل اللارج نمبر دوت اعمل ايه؟ اكتب البليس فاليو يو تي
اتش كوما وفوق الكوما اكتب 1000 تي اتش كده اختصار كلمه 1000 عشان ما انساش. وارجع تاني اقول يونتس تيرمز هندردز اقرب من ده بقى 300 تمام 65 ما انساش 65 ايه 1000 very good. بعد كده 295 write the value of the circle digit in each of the following number. طبعا هنا بتكلم على الفاليو وقلنا في الريفيجن الفرق بين الفاليو والبليس فاليو كلنا عرفنا الفرق ان الفاليو طبعا بكتب بالديجيت والبليس فاليو بكتب بالليتر. اوكي انا هنا عاوز ايه؟ عاوز الفاليو. هو عامل لي على الايه؟ على 3. اوكي اه ما انا كاتب طبعا الديجيت اللي عندي كام؟ 3 يبقى اكتب 3. اوكي يبقى دلوقتي هنا هو عامل لي على 3 اهو انا كاتب في الانسر طبعا 3 very good. طيب جنب ال 3 في كام ديجيت؟ نعد 1 2 3 4 طبعا مكان ال 4 ديجيت بحط كام زيرو؟ برافو بحط 4 زيرو يبقى 1 2 3 4 يبقى الفاليو يبقى ايه؟ 30,000 تمام. نجيب اللي بعده ال 8 برضه سهله جدا جدا هنكتب ال 8 تمام. عنده كام ديجيت جنبه 1 2 3 4 5 مكانها هنحط كام زيرو؟ مفيش اي مشكله نبقى نحط ال 5 زيروز 1 2 3 4 5 very good. write the place value of the circle digit تمام. هنا بقى عاوز الايه؟ عاوز البليس تمام. اما قلنا نعمل بليس عشان ما تلخبطش اعمل ايه؟ اكتب الليتر زي ما علمتكم يبقى هنا يونتس تنز هندرد وهنا كوما واكتب فوق تي اتش اختصار كلمه 1000 ما انساش تي اتش وارجع تاني اقول يونتس وهنا تنز وهنا هندردز. الناين هنا كده كاني حليتها خلاص. الناين هنا اسمها ايه؟ تي. تي اختصار كلمه ايه؟ 10 10 بس لا 10,000 very good. يبقى البليس فاليو بتاعت ال 9 هنا ايه؟ 10,000 very good. طبعا احنا كده عرفنا الفرق بين الفاليو والبليس فاليو. اوكي نيجي اللي بعده تمام نعمل نفس اللي عملناه فوق يونتس انتوا اللي هتحلوا بقى دي ها 10 100 كوما تي اتش شاطرين يونتس تيرمز 100. اوكي ال 8 هنا اسمها ايه مكتوب فيها اتش؟ اتش يعني ايه؟ يعني 100 يا مستر. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ 100,000 very good excellent. Very good. يبقى دلوقتي كده عرفنا من الاكسرسايز ده ازاي نكتب البليس فاليو ونزود هنا ممكن الاس 100,000 وهنا 10,000. اوكي الاكسرسايز اللي بعده complete using the suitable sign more than less than or equal. طبعا عارفين السؤال ده كويس جدا more than less than or equal. قلنا ايه قبل ما نحل السؤال ده؟ لازم نعد الديجيت بتاعت كل نمبر. نعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 يبقى نكتب 46 1 2 3 4 5 ده كام ديجيت؟ 5 برافو. هنا في 6 ديجيت وهنا من غير ما ابص طالما 1 6 1 5 يبقى على طول تبص ناحيه الكبير يبقى طبعا هتبقى more than. Very good. نجي للتانية 1 2 3 4 5 6 نكتب فوقيه 6 ديجيت 1 2 3 4 5 6 6 ديجيت. هنيجي نبص كده من غرض النظر هنلاقي اه في شبه بعض بس في حاجه مختلفه. طب ايه المختلف؟ هنيجي نقارن واحده واحده 3 3 equal 2 2 equal 1 1 equal. نيجي بقى هنا ها هنا كام؟ 5. هنا بقى اول حاجه مختلفه هنا كام؟ 9. مين اكبر ال 5 ولا ال 9؟ تمام ال 9 هي الكبيره. فيري جود. يبقى لما نيجي دلوقتي نلاقي تو نمبرز 6 ديجيت نمشي واحده واحده
اول رقم لو قده يبقى ايكوال اوكي خش على بعده تو زي بعض لحد ما الاقي نمبر اكبر من الثاني يبقى هو ده هو الكبير. نيجي هنا نعد 1 2 3 4 5 6 6 ديجيت برافو 1 2 3 4 5 6 يبقى برضه 6 ديجيت. هنلاحظ الاثنين 6 ديجيت نمشي واحده واحده 4 4 0 0 equal 8 8 2 2 1 1 طبعا كله زي بعضه 6 6 هلاحظ ان كله زي بعضه يبقى طبعا هنا الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى equal. Very good. نيجي هنا في ناس بنجرب المثل اول ما تشوف هنا 9 هنا 1 النين على طول هي الكبيره طبعا الكلام ده مش صحيح. نعد هنا كام ديجيت 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 ديجيت 1 2 3 4 5 5 ديجيت مين اكبر طبعا ال 6 ديجيت يبقى ال 100,000 more than or greater than 99,999. السؤال ده طبعا سهل جدا جدا بيقول لي why the greatest and the smallest number can be formed from the number cards من الكروت اللي عندي ديت او الكارتس اللي عندي انا عاوز ال greatest number and the smallest number. طبعا انا لازم استخدم النمبرز اللي عندي دي. طب هو قال لي هنا ايه greatest؟ يعني ايه greatest؟ يعني الكبير. يعني انا ابدا بايه الايه؟ كاني بعمل descending order ببدا من الكبير للصغير كاني ببدا من ايه؟ هو بيقول لي greatest يبقى ابدا من greatest، smallest ابدا من smallest. نيجي نبص كده مين اكبر حاجه؟ 7 ولا 6 ولا 4 ولا 3 ولا 9 ولا 1؟ طبعا اكيد اكبر ديجيت عندي هو 9. Very good. تمام. بعد ال 9 ها ايه اكبر حاجه عندي؟ 7. برافو. بعد ال 7 سوري. تمام. بعد ال 7 يبقى بعد ال 9 بكتب مع بعض هنا نكتب كام؟ 7. بعد ال 7 ها 6 بعد كده 4 بعد كده 3 بعد كده 1 يبقى كده ده greatest number. طب لو عايز the smallest هعكس من الصغير للكبير كاني بمشي منين؟ من اليمين للشمال. يبقى ايه اصغر حاجه عندي؟ ال 1 بعد كده 3 4 6 7 9. اوكي يبقى كده دلوقتي انا عندي عرفت ازاي اعمل ال greatest number وال smallest number من الكارد. طب لو جه حد قال لي يا مستر في رقم اتكرر عندي مثلا 3 مرتين اقول له مش مشكله اكتب 3 مرتين بس اهم حاجه اعمل اوردر او ارتب من الصغير للكبير في الجريت في السمولست ومن الكبير للصغير في الجريتست. اوكي خش على الاكسرسايز اللي بعده. Arrange the following number in ascending order. تمام ازاي نعمل ascending و descending؟ برضه بناخد الكلام ده وقلناه في الريفيو الحلقه اللي فاتت ازاي نعمل ascending و descending نفس الاسلوب بالظبط. انا هنا اول حاجه بعملها زي ما علمتكم بنعد الايه؟ بنعد النمبر 1 2 3 4 5 6 يبقى ده 6 ديجيت وده 6 ديجيت وده 6 ديجيت وده 6 ديجيت مفيش فيه اي مشكله. نيجي بقى هنا قبل ما المفروض نعمل كنت بقول لكم ايه في الجروب 3 نحط اول سيركل. طب هلاحظ ان كله شبه بعض خلاص امشي واحده واحده 3 في 3 3 3 3 كلهم فيهم ايه؟ 3 يبقى كده كده مش هينفع اعرف من الصغير. اجي على تاني رقم الاحظ ان هنا ايه؟ 2 0 2 2 يبقى هنا هلاحظ ان الاختلاف من اول النمبر كام؟ تاني. تمام طيب 2 0 2 2 مين اصغر واحد؟ اكيد اللي فيه ايه؟ 0. برافو يبقى ده اول واحد يبقى 30,362,564. اوكي خلصنا كده اول واحد. طيب نيجي هنا 3 2 3 2 3 2 وبرضه 3 2 5 3 2 5 3 2 5 كلهم زي بعض. هنلاحظ الاختلاف منين؟ من اول ال 100 ال 6 ولا الزيرو ولا برضه هنا ايه؟ الزيرو. اكيد اللي فيهم ايه؟ اللي فيهم زيرو. طيب في اثنين فيهم زيرو مين اللي اصغر؟ نبص على اللي بعده. بعد هنا كام؟ 4. بعد هنا كام؟ 6. يبقى مين اصغر واحد؟ طبعا اللي فيه ايه؟ 4. يبقى ده يبقى تاني نمبر معانا 3 2 5 0 4 6. اوكي هو معانا
اوكي خلاص انا خلصت كده عشان ما اتلخبطش، وبعد كده اعمل اللي بعده طبعا اللي فيه 6 3 2 5 0 6 4 واقول له اوكي. واخر حاجه عندي اكيد ها الاولاني اللي هو ايه 3 2 5 6 0 4. طب ده ايه يا اولاد؟ ascending order. هقول تاني يعني ايه ascending order؟ يعني ببدا من from the smallest to the greatest، من الصغير للكبير. تمام. طب التاني بقى كان اسمه ايه؟ تمام برافو عليكم، كان اسمه descending order. لو ببدا من ايه؟ from the greatest to the smallest. لو هنا كاني بعكس بالظبط من الصغير للكبير، هبدا باخر واحد اللي هو 3 to 5، بعد كده النمبر ده يبقى تاني واحد، بعد كده دوت يبقى التالت، بعد كده الرقم الاولاني يبقى هو اخر واحد في الديسندنج اوردر. يبقى نقول دلوقتي السؤال الاخراني عندنا في الحلقه بتاعت النهارده كومبليت ان ذا سيم باترن، كمل بقى بنفس النمط. وقلنا بنعمل ايه في السؤال ده؟ بنعمل كومبيرنج او مقارنه، نقارن كده الديجيتس بعدها. ها 777 زي ما هو. طيب نيجي تاني نمبر 1 2 3، يبقى هو ده الايه الديفرنس او الاختلاف اللي حصل بين ايه بين النمبرز. طب ال1 بقى 2 عملت ايه؟ عملت بلس. فيري جود. يبقى بلس كام؟ 1. جنبها كام ديجيت؟ 1 2 3 4. كام زيرو؟ 1 2 3 4. 10,000. فيري جود. يبقى دلوقتي كل النمبرز يبقى زي ما هو ما عدا النمبر دوت هو اللي هيتغير. نيجي هنا طبعا 7 عشان ما اتلخبطش. 7 فيري جود. نيجي هنا 1 2 3 يبقى اللي بعده ايه؟ 4 واخر حاجه 5. برافو. وبقيت النمبر زي ما هو 0 6 5 4 0 6 5 4. تمام. نيجي للاكسرسايز اللي بعده 80,280,480,000. طبعا سهل جدا جدا، بلاحظ ان النمبر هو هو، وبلاحظ ان اول رقم هو اللي اتغير. هنا كان كام؟ كان زيرو. برافو. بعد كده بقى ايه؟ 2. بعد كده بقى ايه؟ 4. يبقى كل مره بعمل بلس كام؟ بلس 2. طيب كان بقى كام زيرو؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. يبقى بعمل بلس 200,000. طبعا بعمل كده ليه؟ هنعرف بعد كده في الاكسرسايز كمان شويه. تمام. يبقى 0 2 4 هزود 2 يبقى ايه 6، وبقيت النمبر زي ما هو 8 0 0 0 0 4 0، واخر حاجه 8 8 جنبها 4 0. برافو. فيري جود. تمام. طيب نيجي للي بعده 100 100 100، ما تغيرش حاجه. برافو عليك. هنا 5 5 5 برضه ما فيش تغيير. ايه التغيير هنا؟ ال 6 بقت ايه؟ بقت 7. برافو. بقت 8. يبقى هو ده الديفرنس. بلس ولا ماينس؟ تمام. بلس. بلس كام؟ بلس 1. جنبها كام ديجيت؟ ديجيت 1. يبقى هزود 0 1 يبقى بلس 10. يبقى في كل مره بزود 10. تمام. نيجي نكتب بقيه النمبر زي ما هو 100 5 زي ما هي قلنا. ها 6 7 8 يبقى دي ايه؟ 9. فيري جود. والايدي زي ما ايه؟ زي ما هي. كله بقى هيجي يتلخبط في الاخر رقم، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم عامل بعد ال 9 10. طب انا هعمل ايه؟ عشان ما اتلخبطش هنا احط ال 10 تحت اخر رقم. احط ال 10 ايه؟ تحت اخر رقم واعمل بلس. تمام. ايه بلس 0؟ 8. فيري جود. 9 بلس 1 10. هكتب ال 10 كلها يا مستر؟ لا طبعا، انا عارف ان انا بكتب اول ديجيت بس اللي هو ال 0 اند كاري اب ايه؟ 1 1 بلس 5 6. فيري جود. وبقيت الرقم زي ما هو 001. يبقى خلي بالنا عشان كله بيغلط في اخر بوينت دي. اما اجي اعمل كده عشان كده انا بعمل ايه بقى؟ بكتب هنا بلس 10 بلس 200,000 بلس 10,000 عشان الحاجات اللي زي كده. لما يبقى في عندي 9 او 0 واعمل بلس وماينس كله بيتلخبط فيها. لا اركز اعرف انا بعمل بلس كام. لو انا مش قادر اعمله ممكن انا بالكالكوليتر مفيش مشكله اكتب اخر رقم بلس 10، او احط ال 10 تحتها واعمل بلس 8 بلس 0 8 9 بلس 1 10 0 عندي كاري اب 1 1 بلس 5 6 وانزل 100 زي ما هي. نيجي لاخر اكسرسايز معانا في الحلقه النهارده. لما اقول هنا 220 وهنا 210 200، ايه اللي اتغير عندي؟
برافو عليكم. اللي اتغير عندي 10,000 هنا كانت 2 هنا بقت 1 هنا بقت ايه 0. تمام. طيب هنا بقى بعمل بلس ولا ماينس؟ بعمل بلس. لا ركز معايا، هنا كانت 2 بقت 1 قليت، يبقى بعمل ايه؟ بعمل ماينس. ماينس كام؟ ماينس 1. جنبها كام 0؟ 1 2 3 4 يبقى 4 0 1 2 3 4 يبقى ماينس 10,000. طيب نيجي بقى لأول مشكلة معانا 200، هعمل ايه؟ ماينس هنا كام؟ 10,000. أعمل ايه في المشكلة دي؟ مفيش مشكلة خالص، قلنا لو معانا كالكليتر ممكن أقول آخر رقم ماينس ال 10 ايه؟ 1000. طب انا معيش كالكليتر اقوم عامل ايه؟ اقوم كاتب ال 10,000 كده 0 0 0 تمام، وبعد كده 0 1 واعمل هنا ايه؟ ماينس. نيجي مع بعض 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 3 ماينس 0 3 0 ماينس 0 0 0 ماينس 1 طبعا ما ينفعش، بو 1 ال 2 هتبقى 1 ودي هتبقى 10. برافو. 10 ماينس 1 9، 1 هتنزل زي ما هي، يبقى الريزلت هيبقى ايه؟ 190,300. خلي بالنا عشان النقطة دي بتلخبط، هقول تاني، أنا هنا عايز أعمل ماينس كام؟ 10,000، يبقى أقول النمبر الأخراني ماينس 10,000، عايز أعملها بالكالكليتر؟ مفيش مشكلة، عايز أحطهم تحت بعض؟ برضه مفيش مشكلة، يبقى أقول 200,300 ماينس 10,000، ذا ريزلت ويل بي 190,300. اخر حاجه عندي طبعا سهله جدا جدا، الواين هشيل منها وانا هتبقى كام؟ برافو، هتبقى 8 او 180، وانزل 300. وفي نهايه الحلقه نحب نفكركم احنا اخدنا ايه النهارده، عشان وانا بذاكر ابقى عارف ايه البوينتس بالظبط ان انا هركز عليها عشان احل اي اكسرسايز في الليسون ده. اول حاجه اخدناها what is the greatest number formed from 5 digits. اوكي ده كان بتاع السنه اللي فاتت، عرفنا ايه هو السنه دي بقى greatest number formed from 6 digits، ايه اكبر رقم مكون من 6 ارقام، وال smallest number formed from 6 digits. اوكي تاني حاجه عرفنا what is the difference بين الفاليو والplace value، ايه الفرق بينهم، امتى الفاليو بحلها ازاي والبليس فاليو بحلها ازاي. التالت حاجه عرفناها ازاي نقرا رقم كبير اوكي ونكتبه، نقرا ونكتب اوكي، وازاي لو عندي نمبر بالديجيت اكتبه بالليتر، والعكس لو مديني نمبر بالليتر ازاي احوله واخليه بالديجيت. بعد كده اخذنا الاكسباندنج واي، ازاي اكتب النمبر افكه بطريقتين، يا اما بقسمه نصين اوكي الجزء اللي قبل الديسمال بارت والبارت اللي بعد الديسمال، وما انساش طبعا الثري زيروز بتاعت الثاوزند، او الطريقه الثانيه اللي احنا اخدينها قبل كده بكتب الفاليو بتاع كل رقم لوحده اليونت وبعد كده التيرنز وبعد كده الهندرد، وطبعا بزود الزيروز على حسب البليز فاليو بتاعتي. وبعد كده اخدنا الكومبيرنج، ازاي نعمل مور ذان والليس ذان، وقلنا قبل ما نعمل الخطوه دي لازم نعد النمبرز كويس، هنا 6 هنا 5 يبقى 6 هو الكبير، هنا 6 وهنا 6 ساعتها اقارن بقى اول ديجيت هنا كام واول ديجيت هنا كام، لو لقيتهم قد بعض ابص على النمبرز اللي جنبها بحيث اعرف مين الرقم الكبير، لو كله قد بعض يبقى طبعا الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى ايكوال. اوكي وبعد كده اخذنا استخدام الكاردز، اعمل الجريتست نمبر والسمولست نمبر، قلنا الجريتست ببدا من الكبير للصغير والسمولست بعمل من الصغير للكبير، وبعد كده ازاي نعمل الارينج طبعا ان اسيندنج اوردر والديسيندنج اوردر، قلنا الاسيندنج من الصغير للكبير، وقبل ما اعمل الاوبريشن او قبل ما احل المساله لازم اعد النمبرز كلها اتاكد ان كلهم نفس عدد النمبر الديجيت، ساعتها بقى ابدا احل على اساسه، لو كلهم زي بعض بعمل سيركل حوالين اكبر رقم وعلى اساسه بعمل الارينج، لو السندج بيبقى من الصغير للكبير، لو السندج بيبقى من الكبير للصغير. بعد كده اخر حاجه اخدناها كومبليت ان ذا باترن، ازاي اكون نمط، قلنا بنعمل خط او سيركل على النمبر اللي بيتغير وبكتب فيه بلس او ماينس على حسب اللي عندي في السؤال، وبكتب بعد كده جنبه كام؟ زيرو، واخد بالي لو اخر رقم 9
ما بيبقى طبعا بعده 10 فبيبقى طبعا في كاري اب، بحط ال 10 تحته 0 اند كاري اب. والعكس كمس، لو في 0 وبعمل ماينس 1 يبقى اعمل هنا بورو، هستلف 1 بورو 1 فروم ذا نيبر، هستلف واحد من اللي جنبه، وبعد كده بعمل السؤال عادي جدا. ويا رب تكون فهمتوا الدرس، وان شاء الله في الهوم ورك في الورك شيت هتحلوها، وهستنى منكم الانسرز باذن الله، واشوفكم الحلقه الجايه. جود باي، سي يو ليتر.